إحنا عندنا دين محكم. نعم. بيأمرنا في ثلثي هذا الدين، في تلتين هذا الدين، ببناء قوي جدا اسمه الأخلاق. ومن غير الأخلاق لا يستطيع أحد أن يدعو إلى الدين. نعم. إذا كان هذه الجماعات بتنتسب للدين فإحنا لازم إحنا بنلزمهم بالأخلاق. يعني إيه؟ يعني الكذب مش من الأخلاق اللي يدعو إلى ده، بالعكس. ده سيدنا رسول الله لما سئل فقيل له أيكون المسلم جبانا؟ قال نعم. قال أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون المسلم كذابا؟ قال لا. إنما أفتري الكذب الذين لا يؤمنون. لما نجد الإشاعات نوع من أنواع الكذب؟ قطعا. لما نجد هذا الحجم من الإشاعات التي تتعمد الجماعات بثها في كل مناسبة، جماعة الإخوان، جماعة الإخوان خصوصا، نعم، في كل مناسبة الإشاعة وراء إشاعة، هو ما أنتم بتحاولوا كده تفشوا الكذب. ما هي دي علامة النفاق اللي سيدنا رسول الله حذرنا منها، اللي هي بتخلي أي حد يبتعد عن الدين. إيه اللي بيخليني بعد كده الله ده انتوا فعلا ممكن يبقى في الجماعة، وهو ده حاصل فعلا، ومنذ فترة في الجماعة شيء ظاهر معلن، واو، وراء الستار غير ذلك، لأنه فيه كده السري ده بقى عرفته الناس وعرفته العالم. طبعا ده واضح أصل لما أنا أعرف من خلال برنامجي ده موضوع، ولما مؤسسة دينية هي الأولى على مستوى العالم بنحترمها طبعا كمصريين وبنفتخر بيها، هي اللي تصرح بده وهي اللي بتقول ده، تأثيره مختلف تماما عن أي تأثير آخر. كده أنا مركزة في الجزئية. أكثر من ذلك، الذي هو البحث العلمي، الوثائق بتقول كده، نعم، الأحداث بتقول كده، الأحداث بتقول إن فيه شيء يظهر للعلن، وفي شيء يطبخ في السر، وإن فيه تنظيم يعمل فيه ومن وراءه تنظيم آخر. ففعلا هذه الجماعة، حتى بعض المشايخ قال لهم إنكم اتخذتم الكذب دينا، أنتوا كده يعني ماشيين وراء الكذب، أنتوا كده بتقلدوا الجماعات والتنظيمات التي عبر التاريخ، لكن دي تجردت من الأخلاق. أيوة. كده أنتوا كده بعيد عن الدعوة. لو سمحتوا ما تنتسبوش للدين، لو سمحتوا ارحموا الدين وما تنتسبوش من الدين، لأن الدين ما يعرفش الكاذب بهذه الطريقة. ومن هنا لابد أن الجميع يحذر، الجميع يحذر من هذه الطريقة، ويخلي باله دايما من المقولات اللي بتتسرب عن طريقهم، لأن سيدنا رسول الله علمنا وقال لنا كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. تمام. بيحاولوا ينتهزوا فرص، ويحاولوا ينتهزوا أوقات علشان يسربوا إشاعات. نعم. فلا تخلي بالك، لأنه كذب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بيجيدوا الإشاعات فندم علشان بيقدموها بشكل ليه علاقة بالدين، يعني بيستخدموا الدين أحيانا، ولا بيجيدوا ليه الإشاعات؟ ليه بيجيدوا الإشاعات؟ صناعة للأسف، طبعا الصناعة الشريرة. أيوة. بتستهدف النيل من الاستقرار النفسي، ولا لأي دولة، أي وطن، أي حتى شخص. نعم. الإشاعة بتصيب أشخاص أحيانا. أيوة. وهذه الصناعة الشريرة لها صنعها، زي ما أي صناعة شريرة في الدنيا. هم تحديدا بيجيدوا صناعة الإشاعة، لأن هم متأثرين جدا بالتنظيمات، بالتنظيمات عبر التاريخ المعاصر والقديم. والصناعة والتنظيمات طول عمرها بتجيد هذا الفن. أيوة. حتى تهدم وتنال من الدول. ما هو التنظيم يعني مقابل دولة، يعني في تنظيم يعني عاوز ينال من الدولة، يبقى دولة فهو بيحاول يطبخ الإشاعة بالطريقة التي طبخها بها سابقو. تمام. لأنهم متأثرون بها. أيوة. واستخدام الدين واستخدام المبادئ والأخلاق، استخدام واستغلال، وأنا مقصر على هذه الكلمة، استخدام واستغلال، شأن هؤلاء دائما. استخدام الدين، استخدام المبدأ، استخدام الأخلاق، التستر لحل الوصول لهذا، شأن هؤلاء دائما. لكن إحنا في العموم لابد أن نكون متنبهين.